انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر اختلالات الغدد الصماء والسكر بمشاركة أطباء مختصين في مجال الخلايا الجذعية من أمريكا وبريطانيا والدول العربية والخليجية، ومناقشة ما تم الوصول إليه في علاج داء السكري. وسيبحث المؤتمر أيضا مضخة الأنسولين الجديدة والتي تقوم تقريبا بعمل البنكرياس لضبط السكر في مستواه الطبيعي. علاج داء السكري بالخلايا الجذعية ومعرفة مدى جدوى مضخة الأنسولين الجديدة وفعاليتها في المحافظة على نسبة السكر في الدم، مواضيع تصدرت أجندة مؤتمر اختلالات الغدد الصماء وداء السكري. عندنا مضخة اسمها مضخة الأنسولين، أنسولين بامب. هذه المضخة ميزاتها أن هي تشتغل لوحدها، يعني إذا السكر ارتفع تضخ أنسولين، إذا السكر انخفض توقف الأنسولين. بالطريقة هذه تحافظ على نسبة السكر في الدم ثابتة. الغدد الصماء الأخرى مثل البلوغ المتأخر، البلوغ المتقدم، والغدة جار الدرقية، والكالسيوم والعلاقة فيتامين د. فوائد وأضرار الكورتيزون وخاصة عند المرضى الذين يتناولون جرعات عالية، وإبراز دور الطبيب في السيطرة على كميته لتفادي المضاعفات، مواضيع أدرجت تحت أجندة المؤتمر. سيطرة على الجرعة الدوز بحد ذاتها أو بطريقة استيقاف أو stopping of this medication، متى نوقف هذا العلاج؟ ما نقدر نوقف فجأة، لازم بالتدريج. إذا وقفنا فجأة الجسم يصير في حالة شوك، لازم نوقفه بطريقة معينة وتدريجية. أجهزة وتقنيات حديثة متطورة ظهرت مؤخرا لمراقبة نسبة السكر في الدم، سهلت على الطبيب وضع خطة علاجية دوائية تغذوية لفترات طويلة. هذا الجهاز طبعا فقط محتاج انه يعمل سكان على السنسر اللي بيكون مركب في اخر الذراع، في الذراع من الخلف، مباشره بياخذ ثلاث قراءات او ثلاث معلومات، بياخذ مستوى السكر في الوقت الحالي، وبياخذ الثمان ساعات المنحنى في الثمان ساعات اللي فاتت، وبيعرف كمان بيشوف مؤشر السكر تاعه وين رايح. تشير آخر الدراسات إلى أن أكثر من 70% من المجتمع الكويتي يعانون من نقص في فيتامين د. المشاركون تطرقوا إلى الطرق التغذوية السليمة لتفادي النقص وغيرها من المواضيع. المؤتمر يعتبر أرضية خصبة لتبادل الخبرات والتجارب بين الأطباء المحليين والعالميين والاطلاع على آخر المستجدات البحثية والعلمية المتعلقة باختلالات الغدد الصماء وداء السكري، والتعرف على أحدث التقنيات التي ظهرت في هذا المجال الحيوي. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.